أهلا بيكم في المدينة الباسلة، المدينة اللي حكاويها ما بتتكررش، وحكايات أهلها تضرب أروع مثل في الدفاع عن الأرض والعرض. أهلا بيكم وحكايات أهالينا في بورسعيد. ايه الحاجه اللي اهل بورسعيد لسه محافظين عليها من زمان لحد دلوقتي ما راحتش؟ حبهم لبعضهم. انت قررتي انك هتسوقي تاكسي؟ لا ما قررتش، هي الظروف. اكيد طبعا مش ناسي اول مره عملت عمليه كبيره وناجحه. ضابط انجليزي اسمه انتون مورهاوس. في شوارع المدينة الباسلة مدينة بورسعيد قابلنا أم يوسف. أم يوسف ست جدعة وبألف راجل وعندها حكاية وحدوتة لازم أهالينا كلهم يسمعوها. منورانا يا أم يوسف. أهالينا ده نورك يا حبيبتي. ربنا يخليك. بداية كده عرفي أهالينا بالبيوت، مين أم يوسف؟ أم يوسف دي سواق التاكسي. التاكسي كان موجود عندي أساسا وكنت عاطيه السواق. اشتغلنا من كام سنة؟ أنا نزلت على التاكسي من 2019. خلينا نرجع بقى لورا شويتين ثلاثة. أنت أصلا تعليمك إيه؟ لا مش متعلمة، معايا ابتدائية بس. اشتغلتي ايه اول شغلانة اشتغلتيها؟ اشتغلت في الاستثمار. يعني ايه في الاستثمار؟ خياطة. اه حلو. قعدتي قد ايه خياطة بقى من سنة من وانت عندك كام سنة؟ من صغري وانا بشتغل. تمام. قبل ما اشتغل في الاستثمار كنت بشتغل خياطة في البيت. من وانت عندك كام سنة لحد ما بقى عندك كام سنة؟ يعني قولي من وانا عندي 15 سنة. تمام. لحد ما بقى عندك 25. تمام. بعد كده اشتغلت كوافير، سبت الاستثمار واشتغلت كوافير. كان عندك كام سنه بقى وليه قررت ان انت تسيبي الخياطه وتشتغلي كوافيره؟ كنت تعبت. تمام. تعبت من الخياطه. طيب. جالي حساسيه صدر وكده. طيب في الوقت ده بقى ولا كنت اتخطبتي ولا كنت اتجوزتي ولا كان اي حاجه؟ لا كنت اتجوزت. كنت اتجوزتي؟ كنت اتجوزت. انا متجوزه وانا عندي 22 سنه. ما شاء الله ما شاء الله. طيب قولي لي اولا بس اتعرفتي على جوزك فين وازاي؟ يا لازم مش هنسيبك هتقولي. لا كان في حريقة عند بنت عمي واختي قالت لي روح شوفي الحريقة دي تطمني على بنت عمك. فرحت. كانت صدفة يعني. ايوه. كان ايه دوره في الحريقة بقى؟ هو جار بنت عمي. بعد يوم الحريقة ده ايه اللي حصل بقى؟ مفيش. هو سر بيني وبينك والسادة المشاهدين بس محدش تاني يتفرجوا عليه. بالظبط. تمام. وخطبك واتجوزت وانت عندك 22 سنة. بعديها بشويه. لا انا مخطوبه انا عندي 14 سنه 15 سنه. اوكي. يعني قعدتوا مخطوبين 7 سنين؟ 6 سنين. تمام. واتجوزتوا؟ اتجوزتوا وانت خياطه في الاستثمار. هو بقى كان بيشتغل ايه؟ هو كان شغال نجار مسلح. تمام. ايه اللي خلاكي تنقلي بقى من شغلانه الخياطه للكوافير غير ان صدرك تعب؟ لا هو كان شغل الخياطه مع ظهري عندي غضروف في الرقبه. فالقعده بتاع المكنه اساسا صعبه. تمام. مش سهله يعني. ما شفتيش ان صعب ان وانت عندك 25 تبداي تتعلمي مهنه جديده؟ لا كنت حباها. اه كنت حباها.
كانت في دمي عامه اصلا. امتى قررتي انك هتسوقي تاكسي؟ لا ما قررتش، هي الظروف. ايه بقى اللي حصل؟ هل هو كان بعد الكوافير على طول ولا كان في حاجه في النص ما بينهم؟ لا كنت ايامها شغاله كوافير عادي. حلو. كنت شغاله كوافير وجايبه التاكسي، جايبه التاكسي بالقسط. حلو. وديته مثلا، اديته لسواق و اللي بوظوا لي المكنه واللي بقى يخبطوا كده فاهمه. فبعد كده قلت لابني ينزل اشتغل عليه. كنت خلفتي ولاد قد ايه بقى؟ انا معايا اربعه. الله اكبر. معايا بنتين وولدين. تعليمهم ايه؟ ثلاثه دبلوم وواحده معايا كليه تجاره. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيهم يا رب. فانت وقتها قلتي لابنك انزل انت على التاكسي بدل السواقين ما بيخبطوه. اه. قال لك ايه؟ بقى يشتغل شويه ويجي يقول لي انا مش شغال انا ماليش دعوه. جيت ابيعه عشان ابيعه كده واسدد القسط بتاعه، لقيته مش جايب ثمن الفلوس بتاع القسط بتاعه. اوكي. فساعتها ما كانش قدامي ان انا انزل اشتغل عليه. ومن هنا ابتديتي تعلمي السواقه، مين بقى اللي علمك السواقه؟ بصي هقول لك، ان انا كنت مثلا لما بقعد جنب حد ببص عليه هو بيعمل ايه. انا لما ابني عند عليا ان هو ما ينزلش يشتغل عليه في العيد، كان في عيد في موسكو. نزلت وركبت التاكسي وكان مانوال ما كانش اوتوماتيك، ونزلت ومشيت. يا سبحان الله. في اللي كان بيركب معايا وفي اللي كانت بتخاف مني تقول لي لا ويجروا يسيبوني ويجروا. طيب ابتديتي بقى تعلمي سواقه، كان عندك مثلا هنقول 42 سنه مثلا 43؟ لا كان عندي مثلا قولي 45. طيب تعلمنا السواقه وطلعنا رخصه. هو عشان الشياك وصلات الامانه باسمي انا. عشان كده جريتي. طيب كلمينا بقى عن اول يوم خدتي تاكسي وقلتي على الله. لقيت الناس شاورت لي، في ناس شاورت لي وركبت كويس. وفي ناس خافت. طيب تمام. وبعدين؟ وبعدين لما لقيت الناس متقبلاني والشارع متقبلني رحت قدمت على الرخصه وطلعتها. طيب دلوقتي مدينه بورسعيد مدينه صغيره قوي، يعني الناس اعتقد عارفين بعض بالاسم. عارفيني، معروفه بورسعيد قوي. طيب رد فعل الناس كان ايه؟ رد فعل الناس القريبين منك، رد فعل اهل بيتك، رد فعل اخواتك، رد فعل الناس في الشارع؟ كانوا رافضين. ليه بقى؟ قالوا لي لا. ليه برضو؟ هتنزلي دي مهنه رجاله وهتتبهدلي فيها والسواقين مش هيسيبوكي في حالك. رغم ذلك نزلتي. تمام. كلامهم طلع صح بقى ولا طلع؟ ما تزعليش مني، محدش هيجيب لي حاجه، محدش هيسدد اللي عليا. محدش هيسد مكانك. محدش طبعا محدش هيسد اللي عليا. فنزلتي. ما تعرضتيش لاي مضايقات ولا اي رزالات ولا اي حاجه في الشارع؟ هقول لك تعرضت بس مش دايما. زي ما في الحلو وفي الوحش. مش كل الناس وحش. تمام. لقيتي الناس متقبلاكي في الشارع ولقيتي الناس بتستقبلك في الشارع استقبال عكس ما كانوا بيخوفوكي، فطلعتي رخصه والدنيا تمام. بقالك كام سنه بقى مطلعه رخصه بتشتغلي على التاكسي؟ 6 سنين دلوقتي. 6 سنين. ما شاء الله. طيب لما روحتي تطلعي رخصه، اصل رخصه التاكسي غير الرخصه العاديه. لما روحتي تطلعي رخصه مهنيه كانوا متفاجئين في المرور. انا سبت اقول لك بقى في المرور كان رد فعلهم ايه؟ وانا داخله الامتحان بعد ما عديت الاختبار بتاع الامتحان وبقدم الدوسيه للظابط، فهو بيفتح الدوسيه لان الثالثه مش خاص. فاستغرب. قال لي انت جايه تعملي ايه يا حاجه فاطمه؟ قلت له جايه اطلع رخصه. قال لي انت عارفه انت جايه تطلع رخصه تعملي بقى ايه؟ ونزلتي واشتغلتي عشان انت ست بألف راجل وست واقفه في ظهر الاداء. هل وضع البيت عندك ماديا اتحسن عن قبل؟ يعني قبل كده انت ما شاء الله واضح ان انت تحبي تستقري، بتقعدي في الشغلانه مش بتغيري شغلانات كل شويه. ايه اللي فرق في بيتك شغلانه التاكسي عن غيرها؟ على الاقل يعني بدل ما تمدي ايدك لحد، لان شغل جوزي برده مش دايم، هو ارزاقي يومي ارزاقي باليوم، والشغل دلوقتي المعمار ما فيش. على الاقل الحمد لله رب العالمين ان انا ما بمديش ايدي لحد. بسم الله ما شاء الله. تمام. طيب قولي لي بقى، في حد من ولادك غاويها؟ حد من يعني بعد ما انت اتجرأتي ونزلتي؟ سيبك من ابنك اللي هو عند عليكي في مره، البنات نفسهم ما قالوكيش يا ماما عايزين نساعدك نطلع رخصه ونشتغل معاكي؟ لا انا عندي كبيره متجوزه في جوزها. ما شاء الله اللهم بارك. كبيره متجوزه والتانيه في الكليه. جوزها ايه رد فعله على موضوع ان حماته سواق التاكسي او اول سواق التاكسي في بورسعيد؟ لا ده هو مبسوط. لا والله. ما شاء الله ما شاء الله. طب والولدين محدش فيهم غير موقفه بعد ما انت نزلتي؟
لا الحمد لله غيروا ما كفر. نزلتي واشتغلتي وبقت في ستات كتير بتركب معاكي، مفيش واحده قالت لك عملتيها ازاي عشان اعمل زيك؟ لا. ايه اللي حصل بقى؟ ام ادم اجت سالتني وانا ماشيه، كانت راكبه مع جوزها. احكي لي بقى حكايه ام ادم. ام ادم سالتني قالت لي انا ممكن اشتغل ورديه مع جوزي، قلت لها اتكل على الله. فجاه بسم الله ما شاء الله لقيتها شغاله مع جوزها وجوزها اصلا سواق تاكسي؟ اه. تمام. يعني الموضوع في بيتها اصلا؟ اه. طب ما تزعليش مني، طب سالتك انت ليه ما سالتش جوزها؟ ما هي شايفه بعينها ان انت شغاله. لا هي ما كانتش تعرف ان في رخصه مهنيه بتطلع. اه. فراحت طلعتها. يعني انت لما بتعلمي حد السواقه بتتفقوا على اتعابك وبتاخديها صح ولا بتعلميهم ببلاش؟ لا بعلم اكيد بفلوس. اه. ليه بقى ما فكرتيش زي ما عملتي تاكسي كده تعملي مدرسه تعلمي البنات، تعلمي مش بنات بس، اكيد بنات وشباب ممكن يجوا لك، بس انا عن نفسي لو لسه اتعلم السواقه اكيد اتعلمها من واحده ست احسن من راجل. تعليم المدرسه ده بتبقى محتاجه كام عربيه، مش عربيه واحده. اجيب كام عربيه منين؟ الحمد لله. الف حمد وشكر. طيب ام يوسف بتفكري في ايه؟ خطوتك اللي جايه ايه؟ نفسي اجدد. تجددي العربيه؟ اه نفسي ربنا يكرمنا واجدد العربيه. ام يوسف انت ست ب 100 راجل، ست ب 1000 راجل، ما قصرتيش في بيتك، ما قصرتيش مع جوزك، ما قصرتيش مع اولادك، بتشتغلي شغلانه رجاله صعبه جدا، انت نموذج لازم يتقدم لاهالينا والناس كلها تسمع حكايته. نورتينا في اهالينا ام يوسف. اهلا وسهلا. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن كان اقرأ، ولما جينا هنا بور فؤاد لقينا عم محمد عرابي بيأكد لنا ان لسه في ناس بتقرأ. عم محمد منورنا في اهالينا. ايش يا منى صلبتونا، اهلا وسهلا. ربنا يبارك في عمر حضرتك. كلمني الاول عن المكان. المكان هنا انا موجود مع والدي رحمه من سنه 60 لما حصل الهجره والحاجات دي، ورجعنا وحصل حرب جنب، فاصرت ان انا اعمل مكان يقعد فيه الوالد. يعني الاول كنتوا بتبيعوا الجرايد؟ ايوه من زمان يعني. الوالد الله يرحمه من خمسينيات. حلو. بس ما كانش فيه كشك. ما كانش فيه كشك. اه. لكن لما سد عودي وبعد اساعد والدي الله يرحمه فاصرت ان اعمل كشك. كويس. انتوا كام اخ واخت؟ احنا كنا خمس اولاد وابويا وامي. حضرتك اكبر واحد؟ انا الكبير بتاعهم. تمام. عشان كده نزلت مع باباك. ايوه بحكم الاوبر بتاعه، وبعدين الوالد كان مسن كبير يعني، وانا الكبير بتاعه. فنزلت معاه من سنه 60. معاه من 60 لغايه ما توفى في اوائل التسعينات. اه رحمه الله عليه. طبعا فعشق للمهنه او عشق لما انت بتقول اقرا. ده بيقول اقرا اقرا واعرف لغه عدوك. تامل مقر. فعشان تبقى موجود القراءه دي باستمرار باستمرار، فاصرت اعمل كشك، واصرت ان انا ازاول النشاط بعد الوالد الله يرحمه واسماء الوالد الى ان شاء الله. الوالد رحمه الله عليه كان بدا في المهنه من الخمسينيات. حلو. كان بدا فيها ازاي؟ هقول لحضرتك. ما انا جاي لك حسب سنة. كان زمان ما كانش فيه لسه جرايد ورقي. فكان الله يرحمه كان مجلات اجنبي وجرايد اجنبيه في البحر. لما جاء الله يرحمه السادات وعبد الناصر يعملوا جريده الجمهوريه، وقبل منه كان في الاهرام 1876 بتاع بشاره تكله وفاهم من لبنان. وبعدين جاء علي امين واخوه عملوا الاخبار في حاجه و50. فرجال الثوره عبد الناصر رحمه والسادات رحمه الله عليه عملوا جريده الجمهوريه اسمها جريده الشعب. وجاء السادات هنا، يعني جاء السادات لف نوم وبدا يعمل الشكل بتاع جرايد. الوقت ما كانش يحب القعده، يخلص يودي جرايد ويمشي. فانتشرت المجله 40 بياع في كبر فؤاد كبر سعيد عمل. للاسف 7-8 تنفار بس. ليه؟ غير مجزيه يا بنتي، غير مجزيه. هنيجي لها دلوقتي، بس خلينا ناخدها خطوه خطوه. آه. السيد الوالد ابتدى يبيع الجرايد في الخمسينات. ايوه. وحضرتك كنت بتنزل معاه. ايوه.
لحد ما قررتوا تعملوا كشك. لا انا عملته سنه 80 80 80 يعني بعد 20 سنه واكتر. ايوه إيه لا ما 90 سنه حصل فيها ضربات كده وضربات بتاعت 56 67 73 لما جاء الامن يستقر وطن فقصرت نعمل كشك. ليه بقى؟ ليه بقى؟ المهنه بتنقرض يا بنتي، المهنه بتنقرض. يعني بينوزع جرايده وروح، لا انا مش عايز كده، انا عايز اوزع جرايده واي حد معدي يشتري. الاولاد اولياء الامور عايز الاولياء الامور العالم يقرا مجلد يديله مجلد. قصرت اعمل كشك ده والامتداد ذكرى الوالد الله يرحمه الله يرحمه والحب في المهنه نفسها في القراءه. وخدت الترخيص وفتحت الكشك. اه باباك بقى لما انت عملت الكشك الراي ايه؟ سعيد 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 بس كان زي ما تقول ايه خلاص في الثمانينات دخل على التسعينات ما شاء الله. فكنت انا اجيبه الصبح وافتح له كشك واقعد واروح شغلي. تشتغل ايه؟ كنت فايق تلميذ. ليه بقى؟ لان لما اطلع معاش مفيش ميول، هروح اقعد فين؟ هنا. ايوه يبقى انا عملت امتداد كمهنه وذكرى الوالد الله يرحمه. ما شاء الله. وفتحت الكشك ومستمر بقى ان شاء الله ان شاء الله. لكن للاسف زي ما قلت لك غير مجزيه. غير مجزيه. غير مجزيه من زمان ولا غير مجزيه لا دلوقتي؟ لا 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 هقول لك انا زمان الجرنان كان بقرش ساخن. الشهر كام يوم؟ 30 يعني 30 قرش. الزبون كان يدفع 35 قرش. خلي بالك. النهارده الجرنان بكام؟ 3 جنيه. طب ما الشهر بقى 31. لا الزبون بيدفع 90. انقرضت طيب. نسبة القراء كتير. بقول لك كانت حوالي 30 40 موزع، دلوقتي 7 8. يعني البور فؤاد خلي البور فؤاد هنا البور فؤاد. العدد اليومي مفيش 200 جرنان. اما بعت عربيه بورسعيد تجيبه وتصير ب 60 جنيه عشان تجيبه وتوديني هجيب 200 جنيه اعمل ايه؟ هجيب لكم اي مؤسسات تقول لك ما عندناش شغل. فاصبحت ايه؟ قد تكون من عدمه. لا لان انا صعبان علي المهنه. طيب انت قلت لي حضرتك ان انتوا كنتوا خمس اخوات. خمس اخوات. والجرايد كانت قادره تفتح البيت وتصرف. ما هقول لك انا. خمس اولاد وابويا وامي. تمام. وانا طفل في البدايه اجي لابويا اخد مني مصروف 20 قرش. اروح الوالدة تديني الخمس قروش دي اجيب بها سمك واجيب الباقي. سوري كان مصروف من 20 قرش 20 قرش تديني خمس قروش اجيب بها سمك واجيب الباقي. وهتقول له تقول لك ماما هات شويه سمك البط. عارف بكام دلوقتي؟ ب 130 جنيه. مش حط البط والقطط. بقت دلوقتي 130 جنيه. طب الله طب انا اول كنت بقى 670 جرنان. دلوقتي بقى 200 جرنان. الله ايه الفرق ده؟ سبحان المنجي. سبحان المنجي صدقيني. عشان كده انقرضوا. كان ماشيه بالستر. فندم. ما تحسبهاش ماشيه بالستر. طب ما تزعلش مني يا عم محمد، هو طبعا ماشيه ربنا مدبرها وكل حاجه. لا بس طالما هي خسرانه انت عايش ازاي؟ ما انا باخد معاش يا بنت بقول لك معاش. وبعدين بمشي على قد اوضتي وبعدين في ايه؟ يعني في مجله مثلا مجله بتجيب مجله بتجيب كتاب بس ما بيعوضش المصروف اللي بيخرج منه. بضطر اني احط من جابي. ليه؟ حاجتين، المهنه تفضل مستمره ما تنتهاش وتضيع وقتي. فين؟ انا هروح فين؟ صح. لا ترجع المعاش، هقعد فين؟ هقعد في البيت؟ هقعد مع احفادي؟ ما شاء الله. لا بسلي وقتي وهي ماشيه. عندك ولاد قد ايه يا عم محمد؟ ما شاء الله. اللهم بارك. من البنات ثلاثه ومن البنات ثلاثه. الله اكبر الله اكبر. انا عندي بنوته امها سايبها ثلاث سنين. ما شاء الله. وريت على المكعكب على التليفون اهو. هنشوفها. رابعه دفعتها والثامنه كليه. الله اكبر الله اكبر ما شاء الله. شوف يعني حوالي 18 سنه شوف ايه، لكن الحمد لله. واخواتها اللي اتباتوا بقى. يعني واحد في هيئة الميناء، واحد في أكاديمية البحري. يعني هم شغالين. وثلاث بنات ربنا يصلح لهم. اللهم آمين. لسه بقى الأخيرة اللي بنت الأخيرة. ما شاء الله. لكن ماشية إزاي؟ سبحان المدبر. بالظبط. خلي بالك هنا بورسعيد أو بورفؤاد بالأخص كان فيها أربع جنسيات أو خمسة. في اليوناني وفي الفرنساوي وفي الإجريجي اللي هو اليوناني وفي الطلياني. يعني الولد الله يرحمه كان يتكلم طلياني، يتكلم اربع لغات دي. طب ايه اشهر اكله في بور فؤاد؟ لا في بورسعيد بقى عامه. او في بورسعيد. لا هي بورسعيد عامه الرز والسمك. كل مدن ساحليه كده. لا 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 مع احترامي. اسكندريه ودمياط. لا 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 لا. هقول لك على حاجه، اسكندريه بنضف بطن السمكه عشان نشويها. ما عندناش الكلام ده. بتشوها زي ما هي. السمكه بترد وتخش تدخل وتطلع من فرن السمك العظيم. السمكه بتعمل منها خمس ست اكلات. سمكه هي. بنعملها ست اكلات. اشويها ماشي. هيقليها ماشي. هينضفوا عملها شوربه بيضه زي الفراخ ماشي، هينضفوا عملها صياديه سمر زي الفراخ ماشي، هيعملها صينيه بطاطس بورسعيد. بورسعيد يا جماعه والله العظيم انا مش عارف اقول لك ايه. يا
صبيان، محدش منهم فكر يجي يقف معاك؟ ولادي اصل مش هجيب شاب اقول له اقعد اكسب 7-8 قروش في الجورنال. مش ممكن. يعني هقول لك على حاجه يا بنتي، لو في العمر بقيه ان شاء الله واتوفيت هتقفل الكشك. فعلا؟ هتقفل الكشك. ولادك لا. انا بقول لك انا ببعت عربيه ب 60 جنيه اجيب له جرايد. العائد ما بيجيبش 20 جنيه. هل ابني هيقف عشان 20 جنيه وصل عليه 60 جنيه؟ ما اعتقدش. لما يجي لك زبون ياخد الجنان دول ناقص جنيه، يقول له ما انا كنت عايز الجنان ده من الخمس اللي فات. اقول له اه يعني تقول لي ليه جنيه من الخمس اللي فات؟ هلا اقول له هقول له اه، اقول له ما شاء الله عليك ذاكرتك حلوه اه، من الاسبوع اللي فات ليه الجنيه عندي؟ ما انا ايوه ايوه في الحرب 67 لما كانت العربيه تيجي من مصر بالجرايد اه والضرب شغال وتجري في شوارع بورسعيد عشان توزع جرايد ونيجي نجري بها بروفايل اه، خد بالك؟ نيجي نلقى المعديه مش شغاله. نعمل ايه بقى؟ المنبوطيه مشغل المركب بتاعه وهديك الجنب بتاعه عشان ياخد السنسر. موقف، طب موقف تاني، انا قاعد مع ابويا الله يرحمه 67 والطيران بتاع الصين بيجي على البحر. انت عايز الكلب الكلاب ده اللي جابوني. طيران 67 اه. تعرف السبع العقاف بتاع سته بتاع سيدنا يوسف؟ سيدنا يوسف. 6 سنين عقاف، لكن الحمد لله السبعه كان ضرب عادي. ما شاء الله. ضرب عادي صدقيني صدقيني صدقيني، مش عايز احكي لك. احنا في قمه فرحه تتدرس على مدى العمر. 73 تتدرس على مدى العمر، شو على مده 50 سنه. ولن يجهل اليهود الكلب. يجهل مش عارف يتقرب منه. مش عارف يتقرب منه. بورسعيد معروفه باسم المدينه الباسله. عايزه حضرتك تحكي لاهالينا في البيوت عن كلمة الباسلة جت من استبسال أهلها في الدفاع عنها. لما حصل حرب 56 وحصل الخيانة بتاعت الدول الثلاثة فبدأوا يخشوا بورسعيد. فبورسعيد ما فيش حد في يعني الجيش السلطة ما شاء الله من عليهم، لكن الأهل بيعملوها. بدأوا الأهالي يحاربوا بإيه؟ بالحلل. الحلل. لما بدأوا يسقطوا في منطقة الجميل برشوتات بالعدو بقى يناقوا يروحوا الفدائيين يصطادوهم بالسلاح الابيض. فشوف قال 56 وبعدين 67 67 ده في هنا ما زال ضباط موجودين على قيد الحياه في بورسعيد، حضروا 67 69 و70 فانا طبعا يعني بقول ايه قدري كده ان انا تفاح بعين العدو فلازم لازم اقف ضده لازم احاربه. فمن هنا ظهرت بقى بسال شعب بورسعيد وما بسلمش. يعني بقول لك شوف 56 احتاروا معانا احتاروا معانا ثلاث دول، لكن بقوه شعبها وناسها يا ستي الله. طب 56 القام بالانجليزي اسمه مورهاوس خطفوه وحبسوه في بير سلم. كان يعني العيل شاب صغير ماسك رغيف عاش في ايده كده عاش في ايده والدوله ماشيه الانجليز دوله ماشيه في رغيف عاش. فيا خواجه ايتنج رغيف العاش ده المفروض يقرر ومرمه له في قلب العربيه اخد بالك. كان في سنه عمل معسكرات فمن هنا طلعت ايه بورسعيد الباسيل. ايه الحاجه اللي اهل بورسعيد لسه محافظين عليها من زمان لحد دلوقتي ما راحتش؟ حبهم لبعضهم وزي ما تقولي كده وعشقهم لبلدنا. عندنا عشق جامد لبورسعيد. بورسعيد وقال ايه يعني شوفي لو اي واحد ماشي كده ايا كان سنه تحب ايه بورسعيد؟ يقول لك بحب النادي المصري. هل لو يعني لو حضرتك اي زبون جه هقول لك الكلام ده؟ لا حبي يعني بحب بلدي بزياده عن اللزوم. هو ده الوطنيه. اه انا بموت عشان مصر. لا بلدي وارضي وتراب ولازم ادعي. البورسعيد نفس الكلام، لكن والله يا بنت مسالم. والله مسالم. بورسعيد مسالم ما شاء الله. احنا رحنا بص هجرنا في جميع المحافظات ما حصلش مشاكل. ورجعنا كما كنا ورجعنا معانا اكتر من اللي كانوا معانا. ودايما ربنا سبحانه وتعالى حافظ مصر من فوق 7 سنوات. طبعا الله اكبر الله اكبر. ده اللي حفظها ربنا سبحانه وتعالى. حفظها ربنا سبحانه وتعالى. مش هنخاف عليها. محدش هيخاف عليها ولا علينا. اهبطوا مصر لانكم ما سالتموه. ادخلوا مصر مش ربنا بيقول. ان شاء الله امنين. بالظبط. خزائن الارض جعلنا على خزائن الارض. حافظنا عليهم يوسف. نورتنا على محمد بعلي يا دكتور خيرك.
وما زلنا في المدينة الباسلة، المدينة اللي حكاياتها ما بتنتهيش وليها طبيعة خاصة ونكهة خاصة بعيداً عن كل مناطق الجمهورية. إحنا النهاردة في ضيافة الأستاذ أحمد الهلالي من المقاومة الشعبية البورسعيدية. أستاذ أحمد، منورنا في أهالينا. أنت منوراني. ربنا يبارك في عمرك. عرف أهالينا بحضرتك، أنت مين؟ أحمد محمد حسن هلالي. سن كم سنة؟ 90 سنة. الله أكبر، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. تعال حضرتك نرجع كده بالزمن لورا. أول ما ابتديت توعى في الحرب، احكي لنا بقى اللي حصل. أول ما ابتدينا نعرف كنا بندافع عن البلد، لأن البلد مهاجمها قوة غاشمة بتضرب فيها بالبر والبحر والجو. عشان كده احنا قمنا كلنا تضامنا مع بعضنا وبدأنا نقاوم. بدأنا نقاوم بطريقة طبعا عشوائية، لأن احنا ما خدناش فرق. يعني انتوا كنتوا مجموعة جيران او صح؟ احكيلي مجموعة جيران. المجموعة بتاعتك اتكونت ازاي؟ مجموعة جيران. كان عندك كم سنة وقتها؟ حوالي 25 سنة. تمام. ده الكلام ده كان سنة كام بقى؟ أول هجوم للإنجليز على البلد. أول هجوم للإنجليز على البلد هزمونا من البر والبحر والجو. ده في أوائل الخمسينات الكلام ده. احكي لي بقى مجموعتك اتكونت ازاي؟ مين اللي كان صاحب الشرارة الأولى؟ احنا أصحاب أهلنا. وكنا بنستحمى في البحر ونجيب البر لما حصلت الدوشة ديت كونا مجموعة. بدأت المجموعة تشتغل. طيب كنتوا كام فرد في المجموعة دي؟ سبعة. سبعة. تمام. احكي لي بقى عن أول عملية عملتوها كفدائيين في حركة المقاومة الشعبية. دي أول مقاومة كانت عبارة عن ضرب في الشوارع. يعني نيجي مثلا في شارع معين، يعني شارع زي ده بنقفله بطريقة معينة وننهاجم اللي موجود فيه من الإنجليز. بدأنا بدأت الإنجليز تعمل لنا حساب. بدأ عددكم يزيد بدل ما كنتوا سبعة بقيتوا تزيدوا؟ لا لا، ما دخلتوش حد تاني. لا، ما دخلناش حد تاني. أكيد طبعا مش ناسي أول مرة عملت عملية كبيرة وناجحة. عملنا عملية كبيرة وناجحة، هي عملية الضابط الإنجليزي اللي اسمه أنتوني مورهاوس. أنتوني مورهاوس ده كان ضابط شرس وقليل الأدب وكل الحاجات الوحشة موجودة فيه. كان أي واحد ماشي في الشارع يجري وراه ويمسكه ويضربه وبتاع ويعمل فيه أي حاجة. فإحنا شفنا المنظر ده زعلنا، فقلنا لازم نخطف الضابط اسمه أنتوني مورهاوس. إحنا ماشيين بالعربية وكان ممنوع ركوب العجل. فجبنا ولد راكب عجله وجا عند الضابط الانجليزي وعملوا كده بتاع وجري ومشي في شارع تاني. احنا جرينا وراه الولد لما بعد عن الفرقه بتاعت الضابط الانجليزي، ورحنا موقفين العربيه وخلينا السواق يلف. ساعه ما يلف لفت يرجع تاني عشان يرجع، احنا هنزق الضابط الانجليزي في العربيه. وفعلا جه الضابط الانجليزي وفي العربيه وانا اول حاجه عملتها ساعه ما زقوه في العربيه خطفت الطبنجه. اول حاجه عملتها خطفت الطبنجه. وبداوا نزق فيه لما خدناه ودخلناه في الشارع، شارع النهضه، الشارع البراني. ودخلناه جوه وطبعا احنا كتفناه وربطناه ايديه ورجليه وجبنا صندوق. هو كان رد فعله ايه بقى وهو بيتخطف؟ وهو قاوم مقاومه ما يقاومهاش فيه. ومع ذلك برضه احنا كنا كلنا قدرتوا عليه؟ قدرنا عليهم. حطينا ودخلناه من الشارع الوراني وجبنا صندوق خشب من بتاع البوليس، وبعد ما كتفناه حطيناه في الصندوق الخشب. وبعدين جبنا عربيه من عربيات الشرطه اللي هي من ورا مفتوحه. وحطيناه فيها وطلعنا من الباب اللي هو على شارع اوجينا، الباب الثاني عكس الباب الاولاني. ساعه ما طلعنا من الشارع ده بحوالي 100 متر بصينا لقينا ضابط انجليزي مع اربعه وراكب عربيه بيدوروا عليه. وقفونا العربيه فيها كرسي كده وكرسي كده،
والصندوق الخشب محطوط في النص. انا الوحيد اللي ما رضيتش امشي لان انا ما عنديش حد يعني، لا عندي ولد ولا بتاع ولا متجوز. قالوا لي بس عندك اهلك بابا ما عليش ما خدناش حاجه، حطيت رجلي على الصندوق الخشب كده، وبعدين بنبص لقينا الظابط ده. انا شفت الظابط ده، انا معايا الطرنجر بتاعه، حاطط الطرنجر هنا ورا في ظهرك في الحزام ظهري كده، معمرها وحاططها في الظهر. ساعه ما شفت الظابط عملت كده ورحت ماسك الطبنجة قربها نش. هم معاهم اربع اسلحه، انا قلت انا هموت هموت بس لازم اموت اثنين ولا ثلاثه. وبعدين الظابط الانجليزي بص كده في العربيه، لقى اللي سايق العربيه بشرطين، قال له ايه بوليسمان الثاني جن، قال له ياس بوليسمان، قال له اوكي جو. سبحان الله ده ستر ربنا. لو انا بقى يعني حق الله يعني انت كتب لك عمر جديد، نزلت رجلي برضه بالراحه ورحت حاطط الطبنجه وقعد والحمد لله ما حصلش يعني اشتباك بيننا وبينه. هو لو كان حصل اشتباك بيننا وبينه كنت انا هموت. ما مش يعني. بس لازم اموت واحد او اثنين لان الطبنجه فيها تسع طلقات بالظبط، بس اكثر من كده ما فيش. طيب كمل، وبعد ما خطفتوه وديتوه فين بقى؟ وديناه في شارع عرابي في بيت هناك بتاع واحد بتاع سنان، وديناه هناك وحطيناه على السلم. وبعدين بصينا لقينا المنطقه كلها بدون استثناء اتحصرت برا وبحرا يعني شمال ويمين. اتاري اتاري السواق حط العربيه ورا الحته اللي احنا حاطين فيها الضابط وهو ما يعرفش. وبعدين بص هم جم بصوا لقوا العربيه سخنه ولقوا خوره احنا كنا عاملين عقم كده عشان نحطها في بقه، ولقوا الحاجات دي كلها لقوها موجوده، فعرفوا ان الضابط موجود في المنطقه، فراحوا محاصرينها محاصرين المنطقه ما خلوش دبانه تعدي، وجم ويجوا على كل بيت يروحوا كاتبين كلير يعني نظيف ما فيهوش حاجه. فجم عند البيت اللي احنا فيه اللي هو حاطين فيه الصندوق، واحده فرقه جايه كده وفرقه جايه كده، وعملنا ايه؟ جبنا تباشير زي ما هما بيعملوا وكتبنا كلير على الباب. فيظهر ان ربنا اراد لنا الخير. سبحان الله ده ست ربنا. فقال لك يمكن الفرقه دي اللي كاتبه، يمكن الفرقه دي اللي كاتبه، ومشوا ما عملوش حاجه. لما خلصوا التفتيش احنا طلعنا بقى فتحنا السؤال وفتحنا الصندوق لقينا توكل على الله، رحنا فتحنا تحت السلم، فتحنا تحت السلم وحطيناه تحت السلم وحطيناه ودخلنا عليه. تعليمك ايه؟ انا معايا الابتدائيه. الابتدائيه. طيب بعيدا بقى عن المقاومه الشعبيه والفدائيه، حضرتك اشتغلت ايه؟ انا عندي ورشه خراط، خراطت معايا. لحد دلوقتي لسه موجوده. حضرتك بعد كده تزوجت وجبت اولاد؟ انا عندي ايمان وحسام. ما شاء الله. ايمان بكالوريوس هندسه وحسام كبير مهندسين في هيئه قناه السويس. بسم الله ما شاء الله. بعد ما الحرب خلصت هل اهلك كانوا عارفين او على علم ان حضرتك في المقاومه الشعبيه؟ لا ما يعرفوش. لا لا. وانا ساكن هنا وشوف الشارع بتاع ده هنا اسمه والشارع حضرتك. والشارع الثاني اهو. ايه الحاجه اللي متميز بيها اهل بورسعيد ومحدش غيرهم بيعملوها؟ الصيد. الصيد؟ لا الصيد في كل مينا. لا مش في كل مينا. في صيد خلول او يقولوا عليها امور خلول، وفي صيد اسمه الجندفلي، وفي صيد ثاني اللي هو بلح البحر. بلح البحر برضه كل الحاجات دي بتقتصر بيها بورسعيد. بورسعيد. طيب حضرتك بعد الحرب ما خلصت انجبت اولادك وتفرغت لتربيتهم واشتغلت في ورشه الخراطه. امتى بطلت شغل؟ ما بطلتش شغل. حضرتك بتشتغل لحد دلوقتي؟ ما شاء الله الله اكبر الله اكبر. طيب باشمهندس حسام باشمهندسه ايمان ما قالكش استريح بقى يا بابا؟ ما حسام ابني اللي بيزن عليا بس. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عرفت ان هو قام بتكريم حضرتك وبعض اعضاء المقاومه الشعبيه. كنا ثلاث افراد، احمد هلال، زينب الكفراوي، و اسمه ايه ده واحد ظابط اسمه ايه، المهم هو ظابط كويس يعني. بعتنا عربيه ورحنا فيها. اسالك سؤال بصراحه وجاوبني بصراحه. طبعا.
هل التكريم ده بعد اكتر من يعني سنين، نص قرن من الزمن، حسسك ان مجهودك ما راحش على الفاضي وان الناس وان ده متقدر حتى لو بعد سنين؟ والله حسسك ان انتوا مش منسيين؟ لا والله، والله ما حسيتش ان انتوا منسيين، لانني في اي حته الحمد لله بالقدر. ترتيبات القدر اللي محدش يقدر يتدخل فيها، وترتيبات ربانيه ما بنعرفش الحكمه منها غير بعد سنين وسنين، ويمكن العمر ينتهي ما نعرفهاش، بس الاكيد ان احنا كان لينا الشرف ان حضرتك نورتنا النهارده في اهالينا. حضرتك يعني قدوه ونموذج لازم الاعلام كله يتكلم عنها. حضرتك بني ادم بيحب بلده بجد، بيحب بلده من قلبه، مش واخد على المنظره، بتشتغل بتعمل في صمت. نورتنا في اهالينا يا استاذ احمد. انا سعيد جدا ان اتعرف بسيادتك. ربنا يخليك. ربنا يكرمك ويكرم المجموعه كلها. ربنا يبارك في عمر حضرتك، نورتنا في اهالينا. الله يكرمك. اشكرك. ما طلبتلوش الامن ليه يا جهاد؟ لا ما كان صعبا عليك بقى. بعدها اختفى. اوبا. خطوتك الجايه ايه؟ حلمك الجاي ايه؟ الخطوه اللي جايه على طول مش على عايزين نحط بورسعيد على الخريطه. طب انت عندك سر الصنعه؟ سر الصنعه الضمير والامانه والله. اهالينا ناس تركيبه من حب وصدق وطيبه، حكمتهم والله عجيبة، دول ليهم فضل علينا، فاكرين ولا احنا نسينا؟ هات كرسي واقعد وتعلم، ما تشوف واسمع اهالينا.